نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله شارك الفريق ركنسم الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني في حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية بالمملكة العربية السعودية والذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين. وقد استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه الشقيقه الفريق ركنس سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفه رئيس الحرس الوطني وعددا من الوفود الخليجيه المشاركه. وقد نقل سموه الى خادم الحرمين الشريفين تحيات اخيه حضره صاحب الجلاله الملك المفدى وتمنيتي جلالته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحه والسعاده ولشعب المملكه العربيه السعوديه الشقيق دوام التقدم والازدهار.